إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ومرحبا بكم. كما العادة معكم الفنان المايسترو أحمد الدفراوت من مدينة أكادير مع مجموعة فرقة أحواش عودة سيس، الملقب بأحواش عودة سيس. والحمد لله كنسلم على الجمهور كامل داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. حنا واحد الفرقة اللي معروفة بسوس هنايا وداخل أرض الوطن وحتى خارج أرض الوطن، حنا تنخرجوا حتى على برا الحمد لله. وخا دازت علينا شي ايامات ديال كورونا، تقريبا شي عامين جالسين، والحمد لله هاد الايامات الحمد لله ولينا عاوتاني رجعنا للمنصه. الحمد لله رجعنا للبلاصه ديال الحمد لله، تنشاركوا في المهرجانات، المعارضات، الاعراس، المناسبات، الاستقبالات، المهم كل شيء، كاع الحاجه اللي كان الحمد لله تنمشيو ليها الحمد لله. وهاد المجموعه متميزه بواحد الرقص جميل معروف معروف عند المايسترو احمد الدفراوت. هذا هو اللي قدامكم حين علاش كندير احواش عادي، وكندير الرقصات مختلفه بحال الصينيه، بحال القعده، بحال التنوره، بعد المظلات، الرايه المغربيه التي تنلعب بها، الخشيبات، المهم الابداع. حيت علاش بنادم باش ما يتمل، بنادم اللي تيشوف فيك خص بنادم ما يتمل. اي واحد هذه سمي هذا حواش سميتو لغات الاشاره بدون الهضره، بنادم غادي يعرفك اللي هو نصراري ولا هو يهودي ولا هو شلع عرب، اللي بغى يكون يسمع ولا فهمتي، كلشي غادي يتفاهم معاه بداك الرقصات اللي كدير بحال شحال شابلان. المهم هادشي هذا هو الرمز ديال احواش عودة سايس. الحمد لله راه دخل غير اليوتيوب راه غادي تلقى فيه، دير على مايسترو احمد الدفراوت غادي تشوف كلشي. هادشي اللي تنقول لك الحمد لله، واللي بغانا الحمد لله، اللي عنده شي عرس ولا عنده شي مناسبه ولا عنده شي مهرجان مرحبا بكم. النمره ديالي الحمد لله راه غادي يديرها غادي يديروها ان شاء الله. اي الثقافه كل شيء، المصريه، عربيه، امازيغيه، المهم الحاجه اللي شفت عينيا وعجبتني كندخلها لهذا التراث ديال الامازيغيه ديال البلاد، والحمد لله وكان نعطيها للناس الحمد لله. وعندنا الجمهور الحمد لله وبخيرين، والناس تيحبونا بهكاك الحمد لله. الله يكبر بكم وشكرا. الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.